يستمر التواصل مشاهدينا الكرام من انطلاق تلو الأخرى، استمرارية في التحدي وفي التنافس بين الشعارات في سن الصغار. هذه اللبنة الأولى لسباقات الهجن، خاصة مع الانطلاقات الرسمية، الانطلاقات المؤكدة لهذه الشعارات بحضورها وتنافسها الجميل هنا في انطلاقات الصباح، حيث 12 شوطا خاصة بأشواطنا المفتوحة، وكذلك 13 شوط خاصة بأشواط الانتاجي والمنتجين. تتميز هذه الفئة من خلال تواجد شوطنا الخاص بالجعدان، حيث ينطلق في هذه اللحظة معلن حضور أشواط القعداني بالتنافس. نسير إلى المقدمة ويتقدم لوسيل أحمد بن مطر بن سعيد المهيري، يتقدم ويسيطر على مقدمة هذا الشوط، بينما في المركز الثاني هناك قدوم من سياف عبد العزيز بن حمود اليحافي يتقدم للمركز الثاني. المركز الثالث وصول من الفاتن محمد بن سلطان بن سعيد المالكي. المركز الرابع المنتحر خميس بن سعيد الكعبي يحتل المركز الرابع. المركز الخامس الآن وصول من قبل السوان راشد بن سعيد بن علي المزروعي. المركز السادس علي بن مسفر الخيالي يحتل المركز السادس. المركز السابع وصول ريسينج احمد بن سعيد بن غرير الاكتبي. المركز الثامن هنا ياتي بن جرش مع الذيب عبيد بن سالم بن جرش الغفلي. المركز التاسع وصول من شعار بن مصلح الاحبابي، هذا هو نهاب حمد بن محمد بن مصلح الاحبابي، بينما ياتي بن اميعه مع سمران لسهيل بن عبيد بن اميعه يتقدم الان الى المركز العاشر. هذه النتيجه للعشره الاسماء المتقدمه قدمة ما شاء الله. هذه الفئة من القعادين في تحديها، شوطها الرئيسي، شوطها المميز، شوطها الذي يقبل التحدي دائما ولا يقبل القسمة على اثنين. الأول أموت وحيابه يو بن جرش، يا بن جرش الآن مع الذيب يسيطر على مقدمة الشوط. عبيد بن سالم بن جرش الغفلي لا زال مسيطرا محققا طموحه بالانتصار والتقدم الأول حتى هذه اللحظات. الذيب الذيب الذيب، كن ذيبا يا ذيب، ان لم تكن ذيبا اكلكت الذياب. يا سلام. بينما في المركز الثاني اشوف المزروعي يقدم سراء الذيب او السوان، السوان يقدم المزروعي راشد بن سعيد بن علي المزروعي، ولكن شوف اللي قادم شعار بن منينه الغفلي يتقدم، يقدم هجام، هجم هجام خليفه بن محمد الغفلي الان يهجم، وكذلك شعار بن كسله يتقدم من خلال وجود هذا الاسم الشامخ يمعى بن عتيج الرميثي يتقدم بخليفة. المركز الخامس الله يا بن مصلح يا الحبابي مرة جديدة، ها هو دبار يدبر، دبار يدبر أموره ناصر بن محمد بن مصلح الحبابي. يا سلام، دبر عنهم وراح، تقدم إلى وين؟ إلى المركز الأول عندما تتقدم إلى الصدارة. شوف إذا ثاني المراكز هذه النتيجة، لكن نعود لل 800 متر الأخيرة. الذيب 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 مسيطر، عبيد بن سالم بن جرش الغفري لا زال على مقدمة الشوط، لا زال أهالي الفلي مسيطرين، أهالي الراشدية دبار في المركز الثاني، ناصر بن محمد بن مصلح العبابي، ولكن يوكم الواضح محمد بن ناصر بن حمود العويسي قيدر، غير الأمور، غير الأمور، وضحت أموره، وضحت أموره. الذيب دبار، ولكن شوف الواضح، الواضح 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 يا العويسي، العويسي وضح الواضح يا العويسي، يا العويسي يا هالي وين؟ هالي السنينة ما شاء الله مسيطر، الواضح الواضح يتقدم، الواضح يتقدم محمد بن ناصر بن حمود العويسي. يا سلامي عليك، يا سلامي عليك يا الواضح، سلامي عليك الواضح، ولكن عاد الذيب، عاد وعاد وعاد. وهالي وين؟ اهالي الراشدية بن جرشة عبيد بن سالم بن مصبح بن جرشة الغفلي، اللحظات الأخيرة، الواضح والذيب، الذيب والواضح، اللحظة الأخيرة، اللحظة المثيرة. أهالي السلطنة، أهالي وين؟ الراشدية، الراشدية، السلطنة، الواضح، الذيب، اللحظات الأخيرة، الواضح ينتزع الناموس اللحظة الأخيرة بين الاثنين. المركز الثالث دبار ناصر بن محمد بن مصلح الحبابي. المركز الرابع يأتي ذهاب لراشد بن سعيد المهيري. والمركز الخامس
هذا هو الفاتن لمحمد بن سلطان المالكي. عموما على كل حال كان تحدي مثير، إثارة ومنافسة قوية، لكن عودة إلى الإعادة وفي الإعادة إفادة. تنافس بين الاثنين، بين الواضح والذيب في اللحظات الأخيرة، ولكن من استطاع أن ينتزع الناموس في اللحظة الأخيرة سنشاهدها في هذه اللحظات مع الإعادة مع أبو بدر، حيث كان المنافس شديد وقوي والخيار الأول للجميع بأن المركز الأول لابد أن يكون لواحد من هؤلاء الأشخاص بتحدي وإثارة. لحظات الفوتو فينش الأخيرة ذهبت أين؟ راحت وين؟ بين الاثنين، بين الذيب مشاهدين الكرام والواضح على خط مستقيم. هنا الذيب لعبيد بن سالم بن مصبح الغفلي، وكذلك الواضح لمحمد بن ناصر بن حمود العويسي. ما شاء الله 4 دقائق و41 ثانية، 3 أجزاء من الثانية توقيتهم الزمني مشاهدين الكرام، حلوا على خط مستقيم في هذه الانطلاقة وبالمركز الأول. تحدي مثير ومميز نشاهده على مقدمة الشوط. تهانينا للجميع بالفوز والانتصار والناموس مشاهدين الكرام. إذن الذيب هو من حل بالمركز الأول، الذيب في صدارة هذا الشوط لعبيد بن سالم بن مصبح الغفلي، المركز الثاني الواضح لمحمد بن ناصر بن حمود العويسي، والمركز الثالث أمامكم على الشاشة ب4 دقائق و43 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. كان دبار لناصر بن محمد بن مصلح الأحبابي حيث انتزع المركز الثالث. شوط تنافسي كبير حمل الإثارة والتحدي بين فئة من فئات السباق لهذا اليوم، وهي الفئة الرئيسية للقعدان وشوطها المميز.